اختي التونسيه قالت لي حطي معلقه من السكر على نص طماطميه. ايوه يا حبيبه قلبي، هنحط معلقه سكر على نص طماطميه وهنحل بيها مشكله كبيره قوي بتقابل السيدات والرجال يا حبايب قلبي. وطبعا هنحلها بابسط الاشياء ومن غير اي تكلفه، وكل حاجه موجوده في البيت. هنصلي على رسول الله كده يا حبايبي عشان نكسب الحسنات مع بعض. هنجيب كده طماطميه كده نص طماطميه هنبشرها بشره حلوه كده. طبعا انا ولا عاوز القشر ولا عاوز البذر، هنصفيها كده تصفيه حلوه. وطبعا احنا رمينا القشر يا حبايبي، صفناه كده وظبطناه، والبذر طبعا ده احنا مش عاوزينه كده. خلاص عملنا كده نص طماطميه كده حبايبي. هنجيب بقى معلقه حلوه كده من الخميره الفوريه اللي بتاعت الخبز العادي خالص، وهنقلبها تقليبه حلوه. يا ريت يا حبايب قلبي كده تقولوا لي بتتابعوني من انهي دوله، واهلا وسهلا بالجميع يا حبايب قلبي. وهنجيب كده معلقه من القهوه كده، وطبعا قهوه ساده ما تكونش محوجه، وهنقلبها تقليبه حلوه. وهنجيب معلقتين كده من ميه الموارد يا حبايب قلبي، وهنقلبها تقليبه حلوه. وهنجيب مكون جميل جدا يا حبايبي، طبعا معلقه السكر دي تخليها اخر حاجه علشان انا عاوزاها محبحبه زي ما هي. طبعا مش عاوزه سكر بودر، انا عاوزه سكر محبحب يا حبيبتي كده. خلاص هنقوله بقى المكون الجميل والماسك الجميل ده اللي هنحطه له البشره يا حبايب قلبي. طبعا ده جميل جدا جدا للبشره. طبعا انتوا عارفين الخميره بتحافظ على الكولاجين في البشره، وبتدي نضاره وبتشد التجاعيد، ولو في تجاعيد لو في سن كبير طبعا بتشدها ومش بتخلي تجاعيد خالص. وطبعا انتوا عارفين القهوه بتعمل صنفره وبتفتح البشره درجه او درجتين، والسكر طبعا بيعمل صنفره غير عاديه، وميه الموارد بترطب البشره وبتدي بهجة كده للبشرة يا حبايب قلبي كده. وطبعا المكونات دي بسيطة وسهلة، وتفركي كده في بشرتك كده يا حبيبتي لغاية ما تعملي صنفرة للبشرة، وطبعا بتشيل الجلد الميت كله وبتدي بيفتح بشرتك درجة او درجة. الماسك ده يا حبيبتي كامل متكامل من غير اي تكلفه، وتفركي كده لغايه ما تطلعي الجلد الميت، وهتحسي بالفرق بعد ما تغسلي وشك. هتخليه 10 دقائق على بشرتك، وبعد كده تغسلي بشرتك بميه دافيه وتعملي وتتهني. يا ريت ما تنسيش في الشير واللايك.